النهاردة هنلعب بطولة 3 في 3 مع زياد. يلا يلا ريلاكس بقى خلاص الجيم بدأ. يلا بسم الله يا رب. قبل ما الجيم يبدأ يا جدعان انزلوا دلوقتي اعملوا لايك سبسكرايب وشير ويلا بينا. يلا يا اسطى بسم الله توكلنا على الله. الجزم ايه ده؟ طبعا يا جدعان انا يعني دوري في هذا الفريق اللعين الجول كيبر طبعا لان انا احسن حارس في العالم. اشهد طبعا طبعا. يا رب سامحك. يلا يا اسطى. ايه طب ينفع اخد بوست ولا عيب؟ نو ايوه شوف الوسط. طب الفاظ صاحبي انا عارف يا صاحبي انت جول كيبر ده انا انت عيل. يا نهار اسود عيل عيل ابن ما الذي يحدث بحق الهراء هنا؟ انا اتشط واقع انا اتشط بدل الكوره. الله انا خدت الوسط يا ابني. في ايه اللي بيحصل ده يا جدعان؟ بي مين التالت اللي معانا اذن؟ ده شكله على الله حكايته. ده هو اللي عامل الشغل كله اصلا. انا نفسي في بوست يا عم انا الاول اساسا. ما عادش تشتغل جول كيبر تاني. اوبا اوبا ربنا انا يستر. شغال انا شغال بقى. احب اقول لك ان البنج اللي عندي ما شاء الله ربنا رزقني بحته بنج. ربنا رزقني بحته شركه صح. لو جا جون يبقى الغلط مني. الغلط مني يا اسطى غلط. لسه ازاي انا عايزك تشوف انا عملت في الولا صاحب ايه بس وين وانا بعدي صار حته النايترو بتاعي. انا شلته من بص شلته من كل حاجه في الحياه قسما بالله. الجول كيبر المفروض بيصد الكوره مش بيصد اللعيبه. اضحك يا لعن اضحك. ولا يا نهار اسود شيخه. هاو انا اللي شايطها يابا. الو مش مهم من اللي جابها المهم انها جت. ده الناس ماشي يا حماده سرق من الكوره. خد يا اسطى حته بصه. انت سبتها ومشيت الكوره بجد؟ الواد ده اكتشاف. لا بقى يطلع اي حاجه. انت يعني انت اوفرتش الفنطاز صراحه. خش يا اسطى خش. يلا 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 ريمونتادا. كله تحت السيطرة. يا لهوي ده الجول اللي على طبق من دهب فاهم؟ لا 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 ايه ده؟ الواد ده بيلعب مع مين بالظبط؟ خش عليه. ما هذه اخي في الله. واو خدوا يا جدعان الجول التاني ده هدية. يلا تمام قول تاني هدية. يا لهوي ايه ده اللي حصل؟ يا اسطى يا اسطى يا اسطى ذكر يا ذكر اللي بيحصل يا جدعان 10 ثواني. لا لا يا جدعان يا جدعان ارجعوا يا جدعان انتوا بتعملوا ايه هناك؟ لمس الارض. ايه ده والله لمس الارض ازاي؟ لمس الارض مش في حياتك. بس كده جايز ستوب هيتنج اتش اذر. ايه ده والله العظيم اقل حاجه يقولها لي قسما بالله. سوري ما انت 2000 years later 6 months later a few inches later day 2 1 week later 1 hour later tomorrow يلا يا جدعان الراوند التاني. محدش علق يا جدعان بس على الجرافيكس بقى شكله عامل كده ليه؟ انا فعلا انا بصور وفتح ديسكورد وفتح او بي اس وفتح روكت ليج وفتح يا جدعان فتح كميه حاجات عشان كده الجرافيكس هتلاقيه احيانا شويه. لا 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 يا صاحبي التكاميل والله يا عمر جمر والله يا ابني الله يحرقك الله يحرقك. انتوا اللي بتعملوا ايه؟ يلا يا اسطى لسه 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 فيها لسه فيها لا حن شوف نايس عم يجري بقى فكر نفسه رونالدينيو جامد بقى انه بيتفرج على الكوره. في يا بطل انت شقت في الحمام ادهن على نفسك. وي
لو قصدي بجد طب هما بيعملوا ايه طيب؟ بيحترفوا شوية يا ابني. انا طب انا ذنبي ايه؟ يا ابني احنا هناكل كمية الجون دلوقتي والله. لا انا حاسس كده ان احنا يعني ايه كسبنا الراوند حاسس الاول ده واسطة. والله انت صدها يا ابني والله. انا نازل والله لسه نازل والله لسه نازل على الارض والله. الكوره جايه لي. طب يا حماده سيب البوست. طب تمام يا اسطى سيب يا رب اللهم لا تراضي يا رب. ليه؟ طب امل ان ناخد البوست بتاعهم. قلنا لا انا عم لا مش بوست. شكلها مش هنكمل الراوند على خير. والله اتحب معانا والله فاجر على فكرة. ما طبش بس والله حرفيا شغال كل حاجة يا اسطى. شو ربنا يستر. خدت البوست الله يحرق. لا يا زمن يا جدعان سيبوا بقى البوست اخي. ايه ليه سيبوا البوست؟ انا بهبب ايه هنا؟ ما انا مش لاحق بوست والله. نسي بوست ايوه يا ايه ابن اللعيبة. اللعيبه طب والله استنى بقى. لا بجد والله بقى في شيء يا عم والله. ولا شايل التيم كله على الرسم من فوق. ايه يابا؟ ده جامد ده يا اسطى. والله انا حاتم باخد البوست يا اسطى هو بيترزم انت فاهم؟ انت محظوظ يا ابني. جامد بقى انت اصلا. يا اسطى تكفرني يا اسطى. انت اصلا تفشختني والله عليكم يا رجال. الله يلا دي البطولة ضاعت خلاص. ايه يا رب بس يا اسطى. يا عم جي جي يا عم خلاص. جي جي يا اسطى. فبس كده يا جدعان وصلنا لنهاية الحلقة النهاردة. الرانك دلوقتي دي بلاتينيوم 3 ديفيجن اي في. تقريبا في قصة حب بيني وبين البلاتينيوم مش عارف ليه هو مش عايز يسيبني في حالي. شيت دلوقتي سيبني ينزلني. قلت لا انا اسف كفاية خلينا على البلاتينيوم. فبس ما تنسوش اللايك وسبسكرايب وشير واشوفك الحلقة الجاية. سلام. الصوت يخرب بيت بس يا السلكات. الله يخرب بيت السلكات. باي باي. هلا هلا. بس دي حرفيا عبارة عن بيكسل.